الازواج راه شوف الحياه راه هي هي الحياه راه هي هي، ما يمكنش نحكي كيف قلت لكم حنا راه ماشي دي روبو ما عندناش لي زيموسيون. الحياه راه كتبدل، اشخاص كيتبدلوا، شحال من واحد يمكن كيكونوا مثلا عايشين مع بعضياتهم سنوات في الاخر كيتشاشفوا انه مابقاش الكومباتيبيليتي مابقاتش. ولكن هذا ما كيمنعش انه نوصل لكم واحد التوضيح بسيط بدون دخول في تفاصيل لشخصيه. كنطلب حاجه واحد الانسان مابقاش يظلم الاخر، حتى يعرف المساله، وكل البيت عنده الاسرار ديالو، راه ما كتعرفش شكون اللي مزيان وشكون اللي ظالم وشكون اللي مظلوم. اخر حاجه ولا يعني غير هذاك الفراق كان ولا بالغلط يدوز لينا في دماغنا ان يجي واحد النهار ونتفرقوا. كما قلت لكم حنا كنا كنقولوا حاجه وماشي الله كانت كتقول حاجه، يعني الله كان عنده راي اخر. صراحة ما كيعجبنيش نهضر في هذا الموضوع فقط لأنه يعني دخل في الترند ولا طالع في التوندونس، مي بيني وبينكم بويسك هذا الموضوع تعاود بزاف د المرات، وكما كتعرفوا كاين بزاف ديال الناس اللي كيتعرض لهذا الفينومين هذا وكيضطروا أنهم يعيشوه كما كنقولوا. فكرت أنني نبارطاجي معكم هذا الموضوع من بعد ما درت واحد البحث خفيف ظريف كومسا نقربكم من الصورة، خصوصا الناس اللي كيفكروا يجوا لكندا ككوبل مثلا كزوج، مزيان تعرفوا هذه المسائل هادو. الحاجة اللي بغيت نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو هو أن المرأة في كندا خط احمر كما كنقولوا، يعني المجتمع كيحميها، قانون كيحميها، وعندها واحد الحقوق اللي مقارنه مع بلاد اخرى بحال المغرب مثلا ممكن الاحترام ما كيكونش يعني دائما وارد. باغ كونط حنا في كندا فريمون القوانين كيطبقوا كوم يلفو، لهذا مزيان تعرفوا اكزاكتومون كومون سا سباس هاد الوضعيه ولا هاد لو فينومين باش تكونوا بيان بريباري وتجيو نتوما واجدين. اول سبب كيدفع لي كوبل ولا الازواج هنا في كندا انهم يتفارقوا وهو القضيه ديال الفلوس. هذا الموضوع بطبيعه الحال كاين فيه واحد التشابه كثير ما بين داكشي اللي كيكون هنا في كندا وفي المغرب تيتر ديكزامبل ولا في البلدان الاخرى يعني بواحد الشكل عام، ولكن هنا في كندا كاين واحد جوج ديال لي فولي ولا جوج ديال الاجزاء اللي ممكن تشوفوا فيهم الفلوس كيكونوا سبب رئيسي في الانفصال ديال الازواج هنا في كندا. اول فولي كيطبق بصفه عامه على جميع الناس اللي عايشين في كندا سواء كنديين سواء مقيمين دائمين، وهو فاش كيكون لي بيزوان ولا الحاجات الماديه ديال الاسره ما كتحققش يعني بواحد الصفه شامله، يا يعني اما كيكون لو سالير ديال الزوج ناقص ولا بعض الحالات كتكون الزوجة ما خدامش. هاد المسألة هادي كتقدر تخلق واحد النقص كبير خصوصا من الناحية المادية، وخصوص الكنديين بصفة عامة معروف عليهم القضية ديال ليغاليتي في المصاريف، كتلقاهم مزوجين ولكن داخلة في الثقافة ديالهم ان الزوج والزوجة كيشاركوا وكيتقاسموا المصاريف، هذه بصفة عامة. لهذا فاش كتلقى واحد من لي كوبل يعني الزوج او الزوجة يعني ما خدامش مثلا ولا كيدخل واحد لو سالير اللي قل من الزوجة ديالو فيس فيرسا، هاد المسألة كتقدر تأثر على العلاقة الزوجية اون جينيرال وكتقدر تسبب في الانفصال. هاد القضية هذه كما قلت كتخص الكنديين بصفة عامة ولكن حتى المقيمين الدائمين يعني كيف ما كانت الجنسية ديالهم حتى هما كيقدروا يطيحوا في هاد لا سيتوياسيون بويسك كيتأثروا بداكشي اللي كيلاحظوه واللي كيشوفوه في الناس الاخرين، يعني حتى هما ممكن العقلية ديالهم تأثر حتى هما يوليو يفكروا في هاد ليغاليتي كما كنقولوا. على عكس داكشي اللي كنعيشوا في الدول الاخرى كاين هاد العادة ديال ان الزوج هو اللي كيكون مكلف بالمصاريف، يعني واخا ما تكونش الزوجة خدامة كاع مثلا ولا واخا تكون خدامة واحد الخدمة اللي بسيطة، الزوج يعني بالعقلية ديالو بالثقافة ديالو بالدين ديالو بعض المرات كيعرف بان المسؤولية ديال المصاريف ديال البيت الزوج بالاساس هو اللي كيتحملها ماشي الزوجة. الشق الثاني او الفصل الثاني اللي كيخص الفلوس والمشكل ديال الفلوس وهي القضية ديال الدراري. هنا في كندا كما كتعرفوا وكما شرت لها في واحد الفيديو السابق كاع الاطفال اللي كيكونوا قل من 18 سنة طبيعة الحال الدولة كتعطيهم واحد الاعانة كتسمى اعانة اسرية، الوالدين هما اللي كيتكلفوا يعني كياخذوا هاد الفلوس هادو وهما اللي كيصرفوا بهم على اولادهم، مي بعض المرات هاد الفلوس هادو كيقدروا يخلقوا واحد المشكل في الاسرة، يعني يا اما الزوج يا اما الزوجه كيحاولوا ياخذوا هذوك الفلوس ويتصرفوا بهم بالشكل اللي بغاو، وهذا القضيه ممكن تخلق واحد المشكل في التفاهم اون جينيرال. والقضيه ديال الفلوس ديال الدراري كما شرت لها في واحد الفيديو السابق كتختلف بطبيعه الحال باختلاف عدد ديال الاطفال باختلاف المقاطعات باختلاف لو سالير بروت انويل ديال كل اسره، وهذه المساله بعض المرات كتوصل لدي سوم كبيره خصوصا اللي عندهم اولاد كثار، مثلا كل طفل مثلا تقدر تاخذ عليه واحد 400 500 600 دولار، يعني فاش كدير لو كالكول كتلقى فريمون ديك لا سوم كبيره، وهذه المساله كتقدر تخلق واحد المشكل في الكوبل كما قلت، وكاين بزاف ديال لي كوبل اللي كيضطروا ولا كيلجؤوا للانفصال بسبب هذا المشكل المادي. السبب الثاني وحتى هذا يعني سبب وارد جدا ماشي غير في كندا ولكن بارتو، مي هنا في كندا كاين هذا لو فينومين وداروا فيه دراسات لقاو بان كاين
واحد نسبه كبيره ديال الناس اللي كيلجؤوا للانفصال. السبب الرئيسي اللي كيكون موراه الانفصال وهي الخيانه، خصوصا كما كتعرفوا دابا مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الانترنت ولا التكنولوجي، ولا التواصل مع الناس اسهل خصوصا بفضل التكنولوجيا. وانا في اعتقادي الشخصي هذه القضيه هذه كيتعرضوا لها ولا كيعيشوها خصوصا الناس اللي عايشين في العالم الغربي، وخصوصا اللي ما متدينينش بواحد الشكل او باخر. والتزام بالدين في اعتقادي انا كيعاون بزاف لي كوب لانهم يحافظوا على العلاقه ديالهم وكيكون واحد الوفاء اكثر. السبب الثالث، هذا السبب حتى هو رائج كثير ماشي غير هنا مي بارتو، وهو القضيه ديال الخصام ولا الدباز ولا النكر كما كنقولوا. المساله حتى هي تقدر تخلق واحد المشكل في لي كوبل اون جينيرال. والقضيه ديال الانتقال لكندا، ممكن هذا السبب هذا ولا هذا المشكل هذا يزيد يتفاقم ولا يزيد يكبر، خصوصا الانسان كيكون بعيد على الاهل ديالو بعيد على بلادو. هذه المساله ديال الخصام ولا ديال المدابسه كتقدر تكثر وتكبر، والانسان كما كنقولوا كيولي على سبه، يعني ممكن يكون مشكل صغير كيقدر يكبر بسبب الهجره وبسبب الانتقال لواحد البلد اللي جديد عليك. يعني الانسان كيكون صبره قليل كما كنقولوا، يعني هذا الانسان مزيان يرد البال هذا لو بوين اللي يقدر مع الوقت يتفاقم ويكبر ويكبر ويسبب في الانفصال. السبب الرابع، وهذا حتى هو سبب مهم جدا، وهي القضيه ديال الحميميه. وهذه القضيه الحميميه بطبيعه الحال فيها الجزء الجسدي وفيها الجزء العاطفي. بيني وبينكم هذا موضوع يعني ممكن يكون شويه كبير وخصو يعني دراسه وتعمق، ولكن اون غو هذه المساله هذه بطبيعه الحال كتلعب واحد الدور كبير. يعني لو كوبل اون جينيرال سواء هنا سواء في اي بلاد ضروري خصو يخدم على هذا الانتيميتي، ويعني يدير واحد المجهود كبير باش تبقى الانتيميتي يعني في لو كوبل دائما كما كنقولوا. كما قلت يعني ارتباطا دائما بالموضوع ديال الهجره والموضوع ديال كندا، ممكن انتقال واحد البلاد جديده ممكن هذا الانتيميتي هذه تاثر، والانسان كيولي كيفكر في حوايج اخرين وفي مشاكل اخرى وفي مشاكل الاستقرار ايتترا. لهذا الانسان مزيان يبقى ديما داير في دماغه بان الكوبل باش يستمر ضروري خص واحد المجهود، يعني ضروري واحد المجهود اكبر باش الانتيميتي تبقى بيان كوم الفو. السبب الخامس، هذا سبب متكرر وكيتعاود بزاف سورتو في لي ستاتستيك، وهي القضيه ديال العنف. والعنف بطبيعه الحال فيه اجزاء كثيره، فيه العنف الجسدي، فيه العنف النفسي، العنف الجنسي ايتترا. بطبيعه الحال من التسميه ديالهم باين اكزاكتومون السبب، غير هو القضيه ديال لي كوب اللي كيجيو اول مره هنا لكندا بطبيعه الحال ممكن يكون عندهم هاد العاده ديال انهم يمارسوا عنف جسدي ولغوي وكتجيهم يعني عاديه ودخله في الكوتيديان ولا دخله في الحياه اليوميه. مي هنا في كندا اللي خصكم تعرفوا بان القضيه ديال العنف الجسدي والعنف اللغوي ممكن يسبب طلاق وممكن يتعاقب عليه الانسان باسم القانون. سبب سادس، وانا في اعتقادي هذا السبب كيخص خصوصا يعني الكنديين اون جينيرال اكثر ما كيخص القادمين الجدد، ديال القضيه ديال لي دروغ ولا القضيه ديال المخدرات. المشكل ديال المخدرات هنا في كندا كما كتعرفوا هي القضيه ديال لا ليغاليزاسيون ولا القضيه ديال التقنين ديال المخدرات. الناس اللي جاوا هنا لكندا غادي يشوفوا بطبيعه الحال فاش كتخرج في الشارع كتلقى دي بوتيك يعني محلات مختصين في البيع ديال المخدرات يعني بواحد الشكل قانوني، يعني اي واحد ممكن يمشي وياخذ مخدر من محل. يعني التقنين ديال المخدرات بطبيعه الحال خلى لاكسي للمخدرات يعني اكبر واسهل، ولكن هاد القضيه المخدرات بزاف ديال الناس اللي كتاثر لهم على حياتهم، هذه مساله طبيعيه وممكن تسبب في الطلاق. ماشي غير من ناحيه ديال لو كومبورتمون ولا السلوك ديال الانسان كيتبدل بسبب المخدرات، ولكن هاد المساله كتجر لحوايج اخرين بحال الجانب المادي مثلا. يعني الانسان كيقدر يخسر فلوس كثيره سورتو فاش كيولي مدمن. الوغ كما كنقول ديما في لي فيديو، اهم حاجه الانسان خصو يديرها قبل ما يجي لكندا وهي القضيه ديال لا بريباراسيون ولا التحضير لحياته هنا في كندا. والتحضير كيكون في بزاف ديال الجوانب، التحضير المادي، التحضير النفسي، وكذلك البحث كما كنقول ديما. الانسان مزيان يبحث ويقرا على داكشي اللي كيوقع هنا في كندا باش يكون بيان بريباري. في نظري انا ارتباطا بالموضوع ديال اليوم، وهو القضيه ديال التحضير النفسي، والانسان كما كنقولوا يجي مجهز ويجي واجد وبريباري يعني نفسيا اكثر من اي حاجه اخرى. حيت فاش كتكون محضر راسك نفسيا بزاف ديال الحوايج كيسهالوا في التناول ديالهم اون فوا كتجي هنا لكندا. والنصيحه ديالي لي كوبل وسورتو للرجال، وهو القضيه ديال الصبر كما كنقول، خصوصا فاش الانسان كيتحول اول مره لكندا. القضيه ديال الحنين للوطن كما شرت ليها في واحد الفيديو سابق كتلعب واحد الدور كبير في النفسيه، خصوصا بالنسبه للنساء. يعني مزيان ولا من الواجب على الزوج انه يدير واحد المجهود اكبر يعني ويصبر اكثر، حيت المراه كتكون بطبيعه الحال متعرضه لبزاف ديال لا بريسيون، متعرضه لواحد الشوك كبير اللي كيبدلها على بلادها وكيبدلها على ناسها ايتترا. يعني الزوج خصو يدير واحد المجهود اكبر ومضوبل كما كنقولوا باش يعاونها باش تدوز هذه الفتره هذه ديال الحنين
حنين الوطن، الحنين للاهل ديالها، لوالديها ايتترا. كما كنعرفوا الرجال بطبيعتهم يعني كيكونوا صبار اكثر، يعني عارف راسو بانه غيجي لكندا، يعني كيكون نفسيا موجد راسو، وكيكون كما كنعرفوا بلوز انديبوندون، يعني كيكون مستقل اكثر مقارنه مع المراه. هذه كنهضروا طبيعة الحال بواحد الصفه عامه، حيت كاين بزاف ديال النساء اللي كيجيو هنا لكندا وكيكونوا فريمون واجدين نفسيا، كيقدروا يعني يواجهوا الظروف بيان كوم الفو، ما كيحتاجوش هذاك الدعم النفسي كما كنقولوا. مي اون جينيرال وعلى حسب داكشي اللي شفت انا بيرسونيلمون، كاين بزاف ديال لي كوبل اللي فاش كيجيو اول مره كيكون هذا المشكل هذا، سورتو بالنسبه للمراه كيكون عندها واحد المشكل ديال التاقلم، ديال انها تنضبط مع الجو الجديد، مع الناس الجداد، مع البرد الجديد كما كنقولوا. يا سلام على تساقطات اول مره زعما البرد قتلني الثلج. هذا كما قلت توتالور، الراجل او الزوج ضروري خص يدير واحد المجهود اكثر ويصبر اكثر كما كنقولوا، هي بوتي تا بوتي لادابتاسيون والتاقلم كيكون اسهل. اي فوالا، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ارتباطا بالموضوع بواحد الشكل قريب. نخلي لكم واحد الفيديو في صندوق الوصف والرابط جوستيسي باش تشوفوه على الحوايج اللي ممكن يخليوك ولا يخوفوك من كندا. وطبعا الحال الفيديو فيه كذلك نصائح لعمليه اللي تعاونك باش تواجه هذه الاسباب هذه. كنتمنى لكم كل التوفيق وهادشي اللي كاين.